الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أخي المشاهد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا على بعد ساعات من شهر رمضان المبارك الشهر الذي ننتظره في كل عام أو ينتظرنا في كل عام. هذا الشهر المبارك الكريم العظيم ينبغي أن نستعد له ليس بالطعام والشراب وإنما بتهيئة النفوس والقلوب والضمائر لاستقبال هذا الشهر الكريم بأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. يعني التوبة أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى عما بدر منا خلال العام من رمضان السابق إلى رمضان الحالي. نتوب عن المعاصي والذنوب والخطايا والأوزار والسيئات والإجرام الذي حدث منا والسوء الذي قصدنا إليه وكل الأشياء القبيحة التي عملناها والتي ارتكبناها والتي سودت صفحه حياتنا عند خالقنا سبحانه وتعالى. والمولى عز وجل يقبل توبه التائبين بل يثني عليهم ويرحمهم ويستغفر لهم وقال سبحانه: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ربنا بياكد بكل حروف التاكيد اما واللام والتنوين كل ده بياكد ان المولى عز وجل سيغفر واني لغفار لمن تاب تاب يعني اقلع عن الذنوب والمعاصي والخطايا والاوزار عن السوء والشر والاذى عن القبائح التي يرتكبها عن الظلم عن الخروج على حدود الله سبحانه وتعالى والبعد عما امر الله سبحانه وتعالى ودائما نأتمر بامره وننتهي بنهيه عز وجل واني لغفار لمن تاب رجع عن كل الذي كان يفعله وامن امن بان المولى عز وجل يراه ويطل عليه ويسجل عليه ما يفعل من سوء وشر وأذى وان ذلك موضوع في كتابه يوم تتطاير الكتب وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سجد ان كل ما فعل مدون عليه والمولى عز وجل سيحاسبه عليه بكل ما فعل وبكل ما قدم ولا يستطيع ان يقول لم افعل كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. محدش هيشهد عليك. مش هيجيب شهود انما انت هتقول اه انا فعلت انا انا ذهبت انا ارتكبت انا اخطات انا اجرمت انا عملت كذا وكذا وكذا واذا لم تقل ستشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. وايضا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعوا إذا هناك حساب على كل ما نفعل وكل ما نقدم وقال عز من قائل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آه بنكوش على المال بنكوش على الارض بنكوش على الاشياء بنجمع من هنا وهناك حراما ولكن ذلك كله سنحاسب عليه حسابا عسيرا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم هكذا علمنا ربنا وهكذا اخبرنا ربنا لنظل دائما نعود الى الله وشهر ما شهر للتوبه والاوبه ورجوع الى الله سبحانه وتعالى تطهير القلب والنفس والضمير والوجدان مما مضى ومما حدث ومما كان ومن السوء ومن الشر ومن كل ما ارتكبنا من قبائح وجرائم ينبغي ان تنتهي قبل بدايه شهر رمضان فنبدا رمضان ونحن تائبون آيبون عائدون الى الله سبحانه وتعالى واني لغفار لمن تاب وامن وامن ان لهذا الكون ربا يحميه ويحاسب كل انسان فيه على ما قدم وعلى ما فعل وعلى ما اجرم وعمل صالحا لم يعمل سوءا او شرا او اذى وانما عمل عملا صالحا عمل مقبول أطاع الله سبحانه وتعالى فيما أمر وانتهى عما نهى الله سبحانه وتعالى لم يرتكب إثما ولا خطيئة ولا جرما ولا سوءا ولا شرا ولا أذى لم يأكل مال أحد ولم يسرق مال أحد ولم ينصب على أحد ولم يأكل حق أحد وإنما أعطى لكل ذي حق حقه هكذا ينبغي عمل صالحا أعماله كلها صالحة ليس فيها ما يشين او ما يعيب او ما يسيء وانما كلها اعمال طيبه لذلك قال واني لغفار واكدها اكدها سبحانه لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغر يعني طالما لم تأتيه سكرات الموت ويبتدي لي بعد سكرات الموت يقول ايه خلاص انا تبت ما ينفعش لانه عمل زي فرعون لما فرعون بيغرق الان, الآن امنت انه لا, اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ما ينفعش لازم يكون قبل الغرغرة ما تجيش ساعة الغرغرة يقول خلاص انا رجعت وانا تبت وانا خلاص لا ما ينفعش لازم انت في الدنيا قوي تسير بقوتك وبعقلك وبتفكيرك وبما عندك ان شاء الله سبحانه وتعالى وايضا ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فطوبى لمن تاب يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح ذراعيه لمن يرجع الى الله ويتوب الى الله ويندم على افعاله القبيحه وعلى جرائمه التي ارتكبها وعلى سيئاته التي خاضها وعلى ما فعل من شر وسوء واذى المولى عز وجل فاتح يديه باسط ذراعيه يقبل توبه التائبين ويقبل توبه من يعود وارجع ويندم على ما فعل ويعزم عزما اكيدا على الا يعود الى معصيه ابدا وبعدين قال فطوبى لمن تاب طوبى قيل انه واد في الجنه وقيل موضع في الجنه عده الله عز وجل للتائبين يعني لهم منزله ولهم مكانه ولهم موضع في جنه الله سبحانه وتعالى لذا ينبغي ان نتوب وان نرجع وان نستغفر الله سبحانه وتعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا الاستغفار والتوبه والاوبه والعوده الى الله سبحانه وتعالى تزيدنا خيرا وبركه وبرا وعافيه وصحه ومالا وهناء وخيرا كثيرا وزياده في الرزق وبركه فيما نعطي وفيما نمنع بركه فيما نزرع وفيما نحصد بركه فيما بين ايدينا من كل خيرات الله سبحانه وتعالى قال لنا سبحانه على لسان نبي الله نوح عليه السلام استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ينزل الخير الكثير من السماء عشان الناس الذين ياتيهم الجذب فيفتقدون المطر فيجف عندهم الزرع والضرع ولا يجدون ينزل عليهم المطر مدرارا لأنهم استغفروا وتابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويمددكم بأموال الله 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 ده بزودنا كمان أموال وخير وبركة وفضل ونعمة بس ما حدش يعقد علينا ولا يحسدنا ده فضل الله وده خير الله وده عطاء الله سبحانه وتعالى وامدتكم بأموال وبنين نمدكم الأولاد ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار يبقى عندكم الخير الكثير في أرضكم في رزقكم يجعل الجنة دائما عندكم والجنة هي الحدائق المثمرة المغدقة الطيبة التي تلود بخيرها وبثمرها للناس جميعا هنا بيبين المولى سبحانه وتعالى إنه الإستغفار بيعطي الإنسان فضل وخير ونعمة وعطاء من الله سبحانه وتعالى بيقوي حياته بيدعمه بيسنده بيحفزه بيرضيه بيعطيه لأنه أرضى الله سبحانه وتعالى لأنه عاد إلى الله سبحانه وتعالى لأنه تاب وندم عما فعل من أخطاء ومن ذنوب ومن أوزار ومن خطايا ومن سوء ومن شر ومن أذى لذلك أوصيكم جميعا بأن تستقبلوا رمضان بالتوبة استقبلوه بالرجوع إلى الله استقبلوه بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى فتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون يا تنجحوا تفوزوا يتحقق لكم الآمال ويتحقق لكم النجاح ويتحقق لكم الفوز وتصير حياتكم حياه طيبه لان الفلاح شيء طيب عظيم يجعلنا نعيش في نعمه وفي مامن من غضب الله سبحانه وتعالى ومن سخط الله سبحانه وتعالى لذلك ينبغي ان نعود الى الله نتوب نؤدي الحقوق الى اصحابها نستغفره من الذنوب لان المولى عز وجل يغفر لنا ما يتعلق بحقه اما يتعلق بحقوق اما ما يتعلق بحقوق العباد فلا بد ان نرده لاصحابه. لذلك ينبغي ان نفكر سريعا ونعود سريعا لنستغفر المولى عز وجل بان نؤدي حقوق العباد لاصحابها لا ناكل حق انسان، لا نهضم حق انسان، لا نجور على انسان، لا نظلم انسان. حتى يتقبل الله صيامنا وحتى نستقبل رمضان بنفس طاهره وقلب نقي وقلب سليم كما قال ربنا وقلب سليم يعني ايه؟ سليم من الحقد من الحسد من العداوه من البغضاء من الشر من السوء من الاذى الناس كثير من الناس يحقدوا بعضهم على بعض ويحسدوا بعضهم على بعضا ويستكبروا نعمة الله على عباده هؤلاء المولى عز وجل دائما لا يعفيهم مما هم فيه وانما المولى عز وجل لهم بالمرصاد لانهم لم يطيعوا الخالق الاعلى سبحانه وتعالى نعم استاذ عبد العظيم نعم ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا حضرتك انا عامل عمره انا والمدام من اسبوع بس علي صوتك عشان اسمعك كويس. م. حضرتك انا عامل عمره انا والمدام من اسبوع. اه فهي دي كان معايا مصحف بقرا فيه اه بعد العشاء اه المصحف اديتها المصحف فحطيته مع 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 المصاحف آه. بترتب المصاحف كده التقت 20 ريال تحت مصحف من المصاحف نعم ايه حكايه؟ 20 ريال تحت مصحف من المصاحف مش فاهم انا يعني ايه حضرتك بترتب المصاحف بقول لك انا معايا مصحف اديته لها اه ف... بترتب المصاحف كده مع الجماعه الحريم دول فالتقت فيه 20 ريال اه فخلص ال 20 ريال ومحتوى تعمل فيهم ايه؟ لا تروح تسلمهم لاداره الحرم مش كان في الحرم؟ لا ما هو حضرتك بقى حضرتك حضرتك بقى احنا خدناهم سكناهم الرياله وادناهم للجماعه داخل الحرم وخارج الحرم. لا هو لازم تسلمهم لاداره الحرم لان اللي بيضاع منه شيء بيسال عنها اداره الحرم الشريف فيقولوا له والله حاجتك اهي انما ما ينفعش اخدهم انا واصرفهم على الفقراء على المساكين واقول ان انا اديت لا في اداره مسؤوله هذه الاداره المسؤوله ينبغي ان احنا نسلمها هذا الشيء ان شاء الله تتوب وتستغفر وتندم ان شاء الله وتتصدق به نعم فاصل ونعود اليكم مره اخرى ان شاء الله اخي المشاهد الكريم عدنا اليك مره اخرى. هنقرا الاسئله. نوره بتسال هل يجوز ان اسجد سجده التلاوه وانا بقرا القران وقت الحيض؟ بقول للسائله الكريمه لا يجوز للحائض ان تقرا القران الكريم الا اذا طهرت ويحرم على الحائض قراءه القران الكريم كما ورد في كتب الفقه. إنما إذا كان لها ورد تقرأه في الصباح ورد في المساء فلا بأس أن تقرأه وقراءة القرآن عبادة ولا ينبغي أن نتعبد ونحن على غير طهارة إنما شرط العبادة الطهارة فلا يجوز قراءة القرآن للحائض إلا إذا كانت محفظة أو ح أو حافظة كنت بتحفظ القرآن أو محفظة بتحفظ الناس قرآن عدا هذا لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن أبدا وقت الحيض ما بالك بسجود أهل التلاوة فلا تقرأ ولا تسجد حتى تطهر إن شاء الله سائلة بتسأل زوجي لا يصلي ولا يصوم ولا يقرب الصلاة إلا وقت الشدائد ليلجأ إلى الله أنا أنا بقول لها في السائلة الكريمة سيدنا النبي علمنا وليتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشده لما تتعرف الى الله في الرخاء بتأدي حقوقه بتأدي عباداته بتأدي ما عليك له دائما تذكره دائما تعبده دائما تدين له دائما تسجد له دائما تركع له تكون كل كل ما تفعل او يكون كل ما تفعل خالص لله لا تبتعد عن الله سبحانه وتعالى هيقف بجوارك انما أن الجا إليه في اشتداد فقط ثم انسى بعد ذلك هذا جحود وهذا نكران وهذا خروج على حدود الله سبحانه وتعالى، فالصلاة عبادة لا تسقط أبدا وهي فرض لا تسقط أبدا إلا بالموت وبالتالي هذا الجاحد هذا الذي لا يصلي ولا يصوم يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى أن تنصحيه دائما وتوجهيه دائما وتحثيه دائما وتدفعيه دائما وتحضي وتحضيه دائما على أن يؤدي عبادات الله سبحانه وتعالى فالصلاة فريضة والصوم فريضة لا ينبغي مطلقا أن تترك من إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسيدنا نبي لما كان بيعلم سيدنا عبد الله بن عباس قال له احفظ الله يحفظك اذا حفظت الله في عباداته في شعائره في دينه فيما امر سبحانه وتعالى سيحفظك من كل سوء وشر سيستجيب لك اما اذا كنت بعيدا عن الله عز وجل فالمولى عز وجل له معك حساب اخر ان شاء الله أم زياد بتقول أنا إيه؟ بقرأ كل يوم ورد مش بلحق أخلص المصحف قبل رمضان، فلأبدأ قراءة المصحف من جديد أم أكمل على قراءتي؟ وهل تحسب لي خاتمة؟ بقول للست أم زياد إنها تكمل إن شاء الله قراءتها لغاية ما تختم المصحف الشريف إن شاء الله ثم تبدأ من جديد ختمة جديدة تبدأ من سورة البقرة وتنتهي عند سورة الناس إن شاء الله والمولى عز وجل يتقبل منها ومنا إن شاء الله سائلة بتسأل بتقول إيه بصلي بصور صغيرة لأني مش حافظة غيرهم وبسرح في الصلاة مش عارفة أعمل إيه ولا الصلاة بصور صغيرة جائزة وصحيحة وسليمة ولا شيء فيها إن شاء الله يتعالج في قضية السرحان في الصلاة بانها بتذكر انها واقفه امام الله سبحانه وتعالى امام القوي المتين امام الجبار امام من خشعت له الجباه وخضعت له كل الجباه وسبحانه ومن عنت له الوجوه وبالتالي ينبغي ان تستحضر قوه الله وعظمه الله سبحانه وتعالى. فاصل واعود اليكم مره اخرى ان شاء الله. أخي المشاهد الكريم عدنا إليك مرة أخرى هستكمل الأسئلة اللي عندنا إن شاء الله شهد بتسأل لما بادئ الحد لازم أعرفه وإذا استجاب وإذا استجاب المولى أقول له أصل ربنا تقبل لأن أنا اللي دعيت لك فهل هذا رياء؟ أنا بقول للست الكريمة الطيبة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب يعني لابد أن ندعو للناس ولا نعلمهم ولا نخبرهم وإنما يكون ذلك غيبا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى إذا كنا نحبهم وإذا كنا نقدرهم وإذا كنا نعزهم فينبغي دائما أن ندعو لهم بظهر الغيب دون أن نعلمهم ودون أن نستجديهم ودون أن نمن عليهم بأننا دعونا لهم هذا لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي مطلقا وانما ندعو لمن نحب ولمن نشاء ولمن نرجو دون ان نمن عليه بذلك او نعيره بذلك او نقول له اننا نحن الذين دعونا لك. ام سندس بتسال ولحقاً هل حقا من علامات القيامه ان يولد الطفل وشكله عجوز؟ ليس من علامات القيامه ان يولد الطفل وشكله عجوز. إنما علامات القيامة الصغرى معروفة والكبرى معروفة ليس من بينها هذا الذي تسألين عنه يا أم سندس إن شاء الله. سائلة بتسأل ما حكم من أعطى طيب غير نقود على سبيل السلف وقت الشدة في حين أني كنت بنفس الوقت بشدة ولكن آه آثرته على نفسي وعندما طلبت منه نقودي تهرب ولا يريد رد المبلغ. وقد طلبت مرارا فلو كذبت عليه بأمني بشدة وكرب لاسترداد نقودي فلهذا حرام وأنا الكذب كله حرام أيا كان الكذب حرام احنا دلوقتي بعيدا نلون الكذب ونقول ده كذب ابيض وكذب اصفر وكذب احمر وكذب بمنبه لا كذب كذب ما ينفعش اطلاقا ان انا اكذب ده حقك ومن حقك ان تطلبيه وان تطلبيه بقوه لانك انت صاحبه الحق فيه وصاحب الحق دائما يكون اقوى ويكون على حق صحيح المدين بيبقى اقوى لانه هو اللي عنده المال انما هذا حقوق تطلبونه دون كذب ودون زور ودون غش ودون خداع لان الكذب في الاسلام حرام وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ايكون المؤمن جبانا قال لا أيكون أي المؤمن بخيلا؟ قال لا. أيكون أي المؤمن كذابا؟ قال أيكون أي المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون أي المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون أي المؤمن كذابا؟ قال لا. لأن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل كذابا حتى يك... كاذبا حتى يكتب عند الله كذابا. فاحنا محتاجين ان احنا نطهر انفسنا من الكذب، لان الكذب ده افه ومصيبه وبلوى من البلاوي التي ينبغي ان يتخلص منها المسلمون. لا يكذبون، يعني في الدول الاوروبيه مش مسلمين، انما لا يكذبون ابدا. احنا عندنا للاسف الشديد بنستحيل الكذب في كل امر، بل اننا نكذب حتى على انفسنا، ونكذب على الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش، لابد ان يكون كل كلامنا صدق. رمضان جاي واللي بيكذب في رمضان صيامه غير مقبول وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حالة في أن يدع طعامه وشرابه يعني اللي بيكذب اللي بيغش لا ينبغي مطلقا أنه يصوم لأنه صيامه ضاع يعني ما فيش داعي أنه يعذب نفسه بالصيام طالما أنه يكذب أو يزور أو يقول غير الحقيقة انا بقول للست السائله انت صاحبه حق اطلبي حقك بقوه ولكن لا تكذبي ابدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه طفلها شارد منها زي اولادنا ما بيجروا كده اطفال بتوعنا بيجروا منا كده فقالت له تعالى تعالى ساعطيك شيئا حلوا فسيدنا النبي قال اذا لم تعطيه كتبت عليك كذبه فاخرج التمرة من جيبها وقال ساعطيه هذه التمره عشان ما تبقاش كدابة احنا للأسف الشديد بنكذب على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى أزواجنا وعلى أولادنا وفي حياتنا كلها كدب في كدب في كدب عشان كده البركة انمحت من بيننا ومن بيوتنا ومن حياتنا لأننا استمرأنا الكذب في كل أمر من أمور حياتنا دعاء بتسأل امرأة لديها مبلغ من المال لمبلغ النصاب وأعطتها والدتها ذهب يكمل النصاب حتى تعدل الام بين ابنتيها بسبب مبلغ مالي اعطته لاختها يعني الست ادت لبنتها جزء من الذهب عشان تساوي بينها وبين اختها التي اخذت مبلغا من المال من امها فهل تحسب الزكاه انا بقول الزكاه لا تجب في المال الا اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول النصاب ثمن واحد جرام ذهب عيار 85 جرام ذهب عيار 21 85 جرام ذهب عيار 21 يعني هنحسب دلوقتي بيبقى اكتر من 50 الف جنيه تقريبا يعني بالسعر الحالي هيبقى اكتر من 50 الف جنيه اللي عنده 50 الف جنيه فاكثر ومر عليهم سنه وليس في حاجه اليه وانما هو مال مدخر بيخرج زكاتهم ان شاء الله اتنين ونص في يعني كل ألف جنيه بيطلع عنا خمسة وعشرين جنيه زكاة فالزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول يعني مرت عليه سنة هجرية فأنا بأكد للسائلة أنه ما بمجرد أعطاء تزاد لا تجب عليها الزكاة وإنما الزكاة تجب إذا كان المال قد وصل النصاب ومر عليه عام هجري تخرج زكاته إن شاء الله 2.5% يعني كل ألف جنيه بتطلع خمسة 25 جنيه ده إن شاء الله دي الأسئلة اللي كانت عندنا اليوم إنما بنأكد للناس جميعا إن إحنا في شهر رمضان ينبغي أن نعدل من سلوكنا ومن تصرفاتنا ومن علاقاتنا بعضنا ببعض يعني ما ينفعش يجي شهر رمضان والناس متخاصمين ومتقاطعين وينبغي أنه كل انسان يرجع الى الحق ويرجع الى الصواب اذا كان اخذ مالا من احد يرد اليه ماله اذا كان في حق لاحد عنده يعترف بحقه حتى تستقيم الامور وتستقيم الحياه ونعيش حياه طيبه ما ينفعش نصوم رمضان واحنا كلنا الناس او ظالمين الناس او معتدين على حقوق الناس وانما ينبغي ان نصوم رمضان ونحن جميعا متساوون متحابون علاقاتنا طيبة ارتباطنا طيبة نتبادل الزيارات والتهاني نتبادل اللقاءات نتبادل الأفطور الفطورة في رمضان حتى دائما تكون علاقاتنا طيبة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ولا تدرون من المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار اللي ما عندهش فلوس فسيندلب لهم لا ليس هذا وانما المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج وياتي وقد شتب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا تبقى له حسنات ثم يؤخذ من سيئاتهم فتوضع على سيئاته ثم يقذف به في النار اتقوا النار ايها الناس اتقوا النار ايها الاحبه ودائما كل منا يتخلص من اوزاره ومن ذنوبه ومن خطاياه نستقبل رمضان بوجه ابيض نستقبل رمضان بقلب ابيض نتخلص من كل ما حقوق الناس علينا حتى يتقبل الله صيامنا وحتى نعيش حياه سويه نبتعد عن تأنيب الضمير ونظل دائما في مأمن من الشر ومن الأذى ومن السوء لأنه ليس لأحد عندنا حقوق وإنما ندين لله سبحانه وتعالى بخيره وبفضله وبعطائه وبنعمه عشان كده بنقول للناس جميعا ينبغي ان نتواصل وأن نتلاقى وأن نتحب وأن لا يكون بيننا خصومة وبيننا شر وبيننا أذى وكل إنسان بينه وبين أخيه خصومة ينبغي أن يذهب إليه وأن يعيد إليه حقوقه وأن يرد إليه حقه وأن يعيش في سلام وأمان معه حتى نظل دائما كما قال ربنا سبحانه وتعالى مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تلاعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر محتاجين كلنا نشوف قبل رمضان ماذا نصنع وماذا نقدم وكيف نحيا لا بد ان نحيا الحياه الطيبه الحياه السليمه المستقيمه التي يقبلنا المولى عز وجل بها وعليها ودلوقتي قلت لكم حاله سيدنا لابي كان باص ابن عمه عبد الله بن عباس وكان يركب خلفه على الدابه فقال له يا غلام الا اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك يعني حين نحفظ دين الله ونحفظ شريعه الله ونحفظ حقوق الله ونؤدي ما امر الله وننتهي عما نهى الله وأن نلتزم دائما أوامر الله سبحانه وتعالى وأن نقف عند حدوده دائما لا نتعدى حدود الله ولا نكترئ على ما أمر الله سبحانه وتعالى ولا نرتكب من الشر والسوء والأذى ما يغضب المولى عز وجل سيكون المولى عز وجل حافظا لنا من كل سوء ومن كل شر ومن كل أذى ومن كل ما يضيرنا أو يؤذينا هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال توجيه لابن عمه سيدنا عبد الله بن عباس نعم فعاوزين نتعلم كلنا أن نكون كذلك إن شاء الله وأن نستجيب لنداء الله أيوة سمر أيوة ست سمر نعم نعم يا ستي ألو أيوة ست أيوة ست تفضلي ايه بقول لحضرتك أنا والدة يوم 13 في الشهر وكنت عايز أسأل أصوم رمضان عادي ولا ما ينفعش ولا إيه الأول قولي لي إيه؟ أنا والدة بقالي أنا والدة يوم 13 في الشهر بقالي كام يوم والدة يعني فكنت عايزة أسأل أصوم رمضان عادي ولا ما ينفعش؟ إذا انتهى النفاس ولم يعد هناك دم وطهرت من ذلك يجوز لك أن تصومي إن شاء الله ويجوز للتي للوالدة التي لا يمر عليها أيام كثيرة إذا خافت على ولدها أو على نفسها من الضعف أن تفطر ثم تصوم في أيام أخر إن شاء الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعليك إن استطعت أن تصوم لا بأس ولا ضير ولا حرج بشرط أن تكون قد طهرتي من النفاس بعد الولادة إن شاء الله والله ولي التوفيق وأكمل لكم في قول سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا النبي لابن ول... عمه عبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك أي يحفظ دين الله وشعائر الله وما أمر الله سبحانه وتعالى نعم مسامع حاضر وأؤكد لكم ذلك ما قاله رسول الله لابن عمه ينبغي أن يكون ديداننا دائما إن شاء الله بشكر كل المشاهدين على اهتمامهم ومشاهداتهم وبشكر القائمين على أمر هذه الحلقة جميعا وبهنئ الأمة الإسلامية جميعا ومصر العزيزة جميعا بقدوم شهر الصوم المبارك بارك الله لكم وبارك فيكم وعاده عليكم بالخير واليمن والبركه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته